تعرفوا كتشهد مدينة سالة واحد الحملة ديال الأمنية على اللي فر من العدالة. البارح كنت فاجأ من رجال الأمن اتصلوا بيا وقالوا لي التحق بالمحكمة لأن واحد اللي كان من الفر من العدالة من هاد عصابة سرقة السيارات اليوم داز عند الوكيل جلالة الملك اللي كان باش نشوفوا الموضوع ديالو شنو. من هذا المنبر هذا كنشكروا السيد وكيل جلالة الملك على النزاهه ديالو والشفافيه اللي اللي صاهرين على هاد الناس اللي كيفروا من العدالات واللي اللي عندهم سوابق وكذا. وهذه حنا عندنا ثقه كامله في هذا الملف هذا اللي رائج حاليا في مدينه سالة وفي مدينه الرباط في الجنايات. حنا كنتسينوا حاليا النتائج اللي غادي تصدر من عند وكيل جلالة الملك، يعني الملف شنو هذا الشخص هذا شنو واش يكون هنا ولا يتحول للجنايات. مهم كنشكروا المنبر، من هذا المنبر هذا كنشكروا رجال السلطه ورجال الامن ورئيس المحكمه الابتدائيه ديال مدينه سالة ووكيل جلاله الملك، وهذا هذا المضمون ديالنا المضمون ديالنا فيهم باش ان شاء الله يجيبوا لنا الحق ديالنا من في هذا الملف هذا. رضوان احد ضحايا ديال عصابه سرقه السيارات، الملف اللي تعرف المغرب من طنجة للقويره بملف سرقه السيارات. اول حاجه كنشكروا رجال الامن ديال مدينه سالة، وكنشكروا الاداره العامه للامن الوطني على راسها السيد الحموشي، كنشكروا السيد دخيس على هذه الحمله اللي قام بها في مدينه سالة. هذا السيد اللي تعتقل اليوم اللي ربط بين اتصال رجال الامن ديال دائره منطقه بطانه تابريكت، ربط بين اتصال باش تعتقل هذا الشخص هذا اللي كان فار من العداله تقريبا ما ينهز واحد سنه واربع شهور، يعني عام واربع شهور هو في هذا الملف ديالنا وهو كان هارب من العداله. الحمد لله في هذه الحمله الامنيه اللي دارت في مدينه سالة بمجهودات ديال الاداره العامه للامن الوطني. كنشكروا الناس ديال القضاء على راسهم السيد وكيل جلاله الملك المحكمه الابتدائيه بمدينه سالة على المجهودات الجباره ديالو والشهاده اللي كيشهدوا بها الناس المواطنين على الصرامه ديالو والنزاهه ديالو الشفافه. الملف ديالنا اللي معروف ديال سرقه السيارات تعتقل هذا الشخص هذا، انا هذا الشخص هذا نيت اللي تعتقل جد سبق له جد لي شي ست سيارات، كاين شي خمسه السيارات كنت قمت بالاسترجاع ديالهم من ضمنهم واحد السياره اللي تم في البيع ديالها عند شركه الاورغانيزم كريدي. الحمد لله القضاء المغربي ديما مشهود عليه بالنزاهه ديالو. حنا هاد العصابه راه معتقلين، الملف راه ديجا رايج عند السيد قاضي التحقيق في محكمه الاستئناف بمدينه الرباط. هذا الشخص هذا حتى هو دابا كنتسناو القرار ديال يعطينا الاستاذ عصام السمري، كنشكروه من هذا المنبر ديال المنابر الاعلاميه ديالكم، يعطينا واحد القرار ديال هذا الشخص هذا. واش وحنا عندنا الحمد لله عندنا الثقه الكامله في القضاء ديالنا المغربي بان ان شاء الله هذا الشخص هو اللي تعتقل راه من ضمن ديك العصابه اللي على مستوى ديال محكمه الاستئناف بالرباط جنايات باش هو يضم لذاك الملف، حيت هو مذكور في ذاك المساطير كامله ومذكور عند الضحايا كامل الحمد لله. وتحيه لرجال الامن على المجهودات الجباره ديالهم كيقوموا بها، وتحيه للقضاء المغربي النزيه. وديما شعاري دائما شخصيا كنقولوا الله الوطن الملك. بالنسبه لواحد الاضافه لهذا الشخص اللي تعتقل، كان في ذاك الظرفيه ديال وباء كورونا بعد عده شكايات درتها انا على مستوى ديال على مستوى المحكمه الابتدائيه بمدينه سالة وعلى مستوى ديال الاداره العامه للامن الوطني وعلى مستوى ديال المحكمه الاستئناف ديال الرباط للسيد الوكيل العام. هذا الشخص هذا بعد ما بقاو كيتساقطوا هاد العصابه اللي تعتقلوا دابا، كان واحد النهار قام بالايذاء ديالي بواحد السياره، خرج لي واحد جوج الاصدقاء ديالو وضربوني بالطوموبيل ديالي انا واكتاز واحد جوج اصدقاء ديالي. هذه شكايه ديال الايذاء العمد، محاوله قتل العمد. هذا الشخص هذا اللي معتقل دابا نيت، هذه يعني عده شكايات بالنسبه لهذا الشخص هذا اللي تعتقل دابا. انا حاليا عندي مع سبعه شكايات، وبالاضافه حنا عندنا الثقه ديالنا الكامله في القضاء المغربي بان غيتضم الملف ديال الاستئناف ديال الرباط باش غيتضم الجنايات ديك العصابه الافراد ديال العصابه اللي معتقلين. الضحايا ديال سرقه السيارات راه سمحنا معروفين، ما بقاش شي حاجه مخبيه، راه غانيين عند التعريف دابا. العصابه راهم مقبوطين، لكن انتم متبعين راكم عارفين شنو كاين، راه اغلبيتهم كاين مدير الشركه، الشركه المزعومه النصابه راه مقبوطين، شركه تحصيل الديون راه مقبوطين، كانوا باقين واحد ثلاثة فارين، كانوا واحد ثلاثة باقي ما تقبطوش. البارح اتصلوا بنا رجال الشرطة، واحد كان مبحوث عنه. بالمناسبة ديال هاد الحملة التمشيطية راه تقبط هو معاهم، ودابا راه هو مقبوط في المحكمة الابتدائية، يمكن غادي يحولوه للجناية حتى هو يتبع صحابه. وحنا راه باقي عندنا ثقة كاملة في القضاء المغربي والنزاهة القضاء المغربي، والحمد لله الحق كاين اللي تبع حقه كياخذوا. حنا راه باقي عندنا أمل كبير فيهم، وباقي كنتسناو ان شاء الله بحول الله باش ناخذوا حقنا، وباقي نتابعوا الشركات لان ديما كنقولها، لان حنا مشينا باش نخلصوا. حنا كان عندنا غير لا تخيط ديال كورونا ومشينا باش نخلصوا، ولكن الناس اللي عندهم مصلحه باش الطوموبيل تمشي ريكوفرومون باش يقصر
قسموا كل واحد ياخذ الباي ديالو. هذوك الناس ما بغاوش يتخلصوا منا حتى هما هذوك الناس اللي بقى انا تابعه. انا بدات عندي هذوك الناس ديال وفا سلف اللي معلاش ما بغاوش يتخلصوا من عندنا. علاش ملي مشينا دينا الكاش وما بغاوش يتخلصوا؟ باقا كنقولها ونعاود علاش. بغيت صوتي يوصل، بغيت الناس يعرفوا بان راه مشيت نخلص وما بغاوش يتخلصوا من عندنا. اذا كاينه شي حاجه تما، كاينه شي حاجه كاين زيادات، كاين زيادات وكيقسموا بيناتهم. ما عندهم مصلحه ماشي لا بنك اللي تاخذ فلوسها، هما عندهم مصلحه الركوفرمون اللي ياخذ الطوموبيل باش يتباعوا الطوموبيلات وتفرقوا لي باي ديك الساعه. كل واحد ياخذ داكشي اللي غياخذ. معكم واحد الضحايا ديال سرق السيارات. تلقيت واحد الاتصال من رجال الشرطه بان تم واحد الاعتقال، تم واحد الاعتقال الشرطه ديال سلا، هو مدينه سلا. تما جيت هنا للمحكمه ديال سلا هنايا، قالك باغي شي يدوز عند الوكيل الملك، ومازال كنتظروا حتى الان باش نعرفوا شنو كاين، واش غادي يتم القرار، واش يتم الاحتيال ديال المحكمه ديال الاستئناف الجنايات، ولا غادي يدوز هنا في المحكمه ديال الابتدائيه ديال سلا. مطالب ديالكم المطالب الحقوق المدنيه ديالنا وصافي، اللي داونا الفلوس ديالنا على الاقل يردوا لنا غير الفلوس ديالنا. انا بس بالنسبه لي انا رجعت السياره ديالي ولكن هما داو لي الفلوس ديالي. شحال بغا ديال الفلوس هذا؟ كتقدر كان ما بين 3 حتى 4 مليون اللي داو لي. كنعرفوا معنا هذا الشخص اللي تعتقل دابا هو الواحد الاوسط اللي كيجي عندي بزاف في المحطه. انا عندي بالنسبه لي انا كندير سائق سياره الاجره، يعني هو كان تيلتحق بيا المحطه في مزاوله العمل ديالي، وهو اللي كان كيتوسط معايا باش كيبغي ياخذ الفلوس، يقول لي بعض المرات باش ما يدوش لك الطوموبيل، تعطيني قد القد، تعطيني كذا كذا باش يميكوا عليك. يعني ديما كياخذ كل مره كيدي واحد المقدار ديال المبلغ ديال المال. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.